السلام عليكم. عدنا طبعا بعد طول غياب، لكن طبعا نرجو أن يكون عودة حميدة، وإن كانت الظروف الراهنة اللي نمر بها البلد واللي نمر بها كاملين هي ظروف غير جيدة، ونحن نصور حالا تجري مطاردة على قدم وساق تقوم بها الأجهزة الأمنية. هذه المطاردة هي لأربع سلفيين تمكنوا من الفرار من السجن المدني بنواكشوط. نحن الآن نصور في اليوم الثاني، والإنترنت مقطوع عن البلد بشكل شبه كلي، وإن كان مقطوع بشكل جزئي عن الهواتف النقالة، لكن نظام الواي فاي والADSL والألياف البصرية هذه كلها لازالت تعمل، لكن بشكل عام الإنترنت مقطوع ضمن الحالة الأمنية الاستنفارية. في ذا الفيديو اللي نتكلمه عن اللي خلق شنو، وشن هي الأخطاء اللي خلقت، وهل يمكن تلافيها، وهل كنا تحدثنا سابقا في هذا الفيديو عن ضرورة تحديث المنظومة الأمنية، وعن ضرورة تحديث الأساليب، وعن ضرورة القضاء على روح التبدي اللي تحكم بعض عناصر الأمن المشرفين على أماكن حساسة أو المسؤولين عن ملفات حساسة. اللي خلقه هو كالتالي. الرواية الأكثر تداولا حتى الآن واللي قرأتها على موقع الأخبار إنفو كاتبها أحد الكتاب، طبعا هذا المقال تتكلم عن أنه تم تهريب قطعة السلاح إلى داخل السجن. هذه قطعة السلاح عبارة عن مسدس أخذها أحد هؤلاء السلفيين، أو مناسبة تسمية السلفيين حتى تسمية غير دقيقة، السلف بريء من هذه الأعمال الإجرامية. ولا بد أن نتكلم في فيديو منفصل عن ذا الفكر وخطورته والأحداث اللي قد خلقت وكيف تعاملت موريتانيا مع هذا الموضوع. لا بد أن نتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل بحيث أن المواطن أو المشاهد أو المتابع يفهم، سواء كان خارج موريتانيا أو داخل موريتانيا، يفهم طبيعة الموضوع وشنه جذوره داخل البلد، وما الذي حصل، وما الذي لا نتمنى أن يحصل، وشنه الآفاق الممكنة لحل هذه المشكلة. طبعا هذا يعود فيديو منفصل وسيكون فيديو دسم جدا. بالعودة إلى موضوعنا، تم تهريب قطعة سلاح إلى داخل السجن المدني. هذه هي الرواية الأكثر تداولا، والعهدة على الراوي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نحن لا نؤكد ولا ننفي. المهم، تم تهريب هذه قطعة السلاح، تمكنت من الوصول لأحد هذه السلفيين، يعتقد أنه السلفي السالك، يعتقد أنه السالك اللي تمكن من الهروب بفترة سابقة وألقت عليه المخابرات الموريتانية القبض بالتعاون مع جيرانها طبعا في بوركينا فاسو. يعتقد أنه هو الذي تمكن من الحصول على السلاح وأطلق النار على صاحب الحرس الموجود داخل السجن. أصيب هذا الحرسي، تمكن من أخذ سلاحه وأطلق النار على بقية العناصر، فقتل منهم اثنين وجرح اثنين آخرين للأسف، الله يرحمهم، وتمكنوا من الفرار. طبعا السلطات الأمنية طوقت المكان، تمكنوا من تحديد مسار هؤلاء أو أين ذهب هؤلاء الهاربين هؤلاء باتجاه الشمال الشرقي لنواكشوط، ويجري البحث الآن على قدم وساق عنهم. لو فككنا الرواية ستجد أن هناك شيء غريب. أولا، كيف دخل السلاح إلى السجن وإلى مسجونين يفترض أنهم معزولين عن بقية السجناء لأنهم في منتهى الخطورة، وسبق أن أثبتت التجربة أنهم في منتهى الخطورة. مثلا ولا الرسول قبض عليه وهو متلبس وعنده سيارة مليئة بالمتفجرات أمام القصر الرئاسي، والسالك يعني متهم بارتكاب جرائم عنيفة جدا، ولذلك حكم عليه بالإعدام وحكم عليه بالخيانة العظمى. نفس الشيء ولا الرسول. الآخرين عبارة عن شباب صغيرين جدا، ولكنهم ثبتت إدانتهم وتم محاولة الحوار معهم أكثر من مرة، لكن في المجمل ثبتت أنهم منخرطين بهذه التنظيمات ويؤمنون بهذه الأفكار الهدامة. ما عليه الأمر هو أنه كيف تم دخول قطعة السلاح هذه؟ من المسؤول؟ لماذا لا توجد أجهزة تفتيش؟ لماذا لا توجد أجهزة كشف معادن؟ لماذا الحرسيين أو الحراس اللي موجودين هناك ليسوا دائما على عهبة الاستعداد بحكم أنهم يتعاملون مع سجناء خطيرين إلى هذه الدرجة؟ هذه أسئلة لابد أن تتم الإجابة عليها، ويتم من خلالها تطوير وتحديث المنظومة الأمنية وحتى العقلية والفكر اللي يحكم بعض الأفراد. أنا مدرك أنه في جهود حثيثة جدا لتطوير الآليات وتطوير يعني الأفكار والمفاهيم خصوصا للضباط، لكن ربما يجب أن يتم توسعه هذا التطوير وهذا التحديث للأفراد العاملين في الميدان. إذا هذا الجانب هو الجانب الأول، قضية الاختراق الأمني، كيف تمكنوا من الدخول. ثانيا، كيف تمكنوا بلمح البصر من الخروج من السجن والاختفاء، بالرغم من أن السجن المدني يقع في قلب العاصمة، يعني على بعد شارع من وزارة الدفاع والبرلمان، طبعا القصر الجمهوري على بعد شارعين تقريبا من القصر الجمهوري، ويعني على ما أتذكر خلفه أيضا إدارة الجمارك، يعني منطقة المفروض أنها محروسة جيدا ومؤمنة جيدا وفيها كمية مهولة من العساكر. كيف تمكنوا من الخروج دون مقاومة تذكر، على الأقل من جانب المحيطين بالمنطقة؟ هذا أيضا يجب أن يتم التحقيق فيه.
يجب أن يكون هناك تنسيق وإرسال مستمر بين هذه الوحدات الموجودة في أماكن قريبة جدا. أنا بالنسبة لي هذا شيء غريب وغير مفهوم، ولا زلت تحت تأثير الصدمة أنه كيف تمكنوا من المرور من كل هذا. هذا بالنسبة لي شيء غريب. ثانيا، النظام المعلومات اللي تم تركيبه مؤخرا واللي عبارة عن كاميرات وشيء شبيه بتقنية عين الصقر الموجودة في الإمارات وبعض الدول، وهي تقنية يعني تسمح بوجود كميات مهولة من الكاميرات في كل التقاطعات وتقريبا كل الشوارع الرئيسية، بحيث نتمكن من متابعة أي شخص أو أي سيارة نريد متابعتها. بالنسبة لي هذا أيضا غير مفهوم وغير واضح، كيف لا توجد حتى الآن صور تصور لعملية الهروب؟ وهذا طبعا تساؤلات لست أنا الوحيد اللي يطرحها، في ناس كثيرة طرحتها طبعا، منها المقال اللي قلت لكم عنه قبل شوي على موقع الأخبار إنفو. كيف لم يصورهم النظام الأمني؟ ثم ماذا عن إمكانية أن يكون هناك من ساعدهم من الخارج؟ هذا أيضا موضوع متاح، قد يعود ساعدهم حد من الخارج، لأن السرعة والسهولة اللي تمكنوا من الحصول بها على سيارة والاختفاء بلمح البصر هو شيء غريب جدا ويثير عديد التساؤلات. إذا ثبت لاحقا أنه كان هناك من ساعده، سواء عنصر أو عناصر اخترقت الأجهزة الأمنية، أو أنهم مجموعة أشخاص كانوا على أهبة الاستعداد في انتظار أن يخرجوهم ليقوموا بنقلهم أو أخذهم، إذا ثبت لاحقا وجود هكذا خلية، سيكون يعني هذا فشل استخباراتي كبير. لماذا فشلت الأجهزة الأمنية بأن تتنبأ بهكذا فعل، خصوصا وأنهم يعني هؤلاء المساجين أو السلفيين المسجونين بين قوسين، المسجونين بشكل عام في السجن عددهم حوالي 17 شخص، والهاربين حوالي 4، ومن أبرزهم اللي هربوا يعني فيهم 2 من أبرز السلفيين، وهذا سؤال مطروح. ثانيا، إذنان ممن هربوا محكوم عليهم بالإعدام، لماذا لا تطبق الأحكام القوية مثل حكم الإعدام؟ شخص ثبتت عليه الخيانة العظمى، شخص ثبت عليه أنه قتل شخص آخر بالأدلة وبالبراهين، لماذا ندعيه في السجن أكثر من 10 سنوات؟ لماذا لا يتم تصفيته؟ سؤال يطرح نفسه. حاولت أن أفكر وأقرأ وأستفسر وكذا، بالنسبة لي أمر غير مفهوم. لماذا مسطرة العقوبات الرادعة لا تطبق؟ طبعا جيني واحد ذلك يقول لي أنت تحرض على القتل، الموضوع ليس تحريض على القتل، الموضوع هو ضرورة إنفاذ الأحكام. هذه مسألة مهمة جدا، وربما لو كنا نفذنا هذه الأحكام ما كان خلق هذا كامل. وهذه فكرة مطروحة ويقولها البعض، وأنا سمعتها تتداول في الشارع الموريتاني، أنه ربما كان يجب أن ننفذ فيهم الحكم. إذا باختصار هذا ما جرى، هذا هو اللي خلق. نتمنى أن الأجهزة الأمنية تتمكن من القبض عليهم، لأنه في حالة رعب أو شبيهة بحالة رعب يعيشها معظم الناس أو أغلب الناس من حدوث يعني شيء ما يعكر صفو الأمن. الحمد لله نحن بلادنا مستقرة بفضل المقاربة الأمنية، حتى وإن كانت لنا ملاحظات على هذه المقاربة وإن كانت عندنا مشاكل مع بعض الممارسات لهذه الأجهزة الأمنية، لكن المقاربة الأمنية لطالما كانت فعالة وكنا مستقرين، بخلاف بعض جيراننا اللي قد يعودوا ما هم مستقرين. وبالمناسبة في ملاحظة غريبة جدا لاحظتها من الأيام اللي تلاحظ فيها أن الناس متحدة ومجمعة على كلمة واحدة، أحدى وهذه الأيام اللي هربوا فيها هؤلاء من السجن المدني وقتلوا حرسيين، يكاد يكون هناك إجماع في الشارع الموريتاني على أن ما جرى جريمة، وعلى أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمثلون ديننا ولا ثقافتنا ولا مجتمعنا. هذا إجماع أنا شخصيا لاحظته خلال أمس واليوم، أنه فيه إجماع على ما حدث جريمة نكرة وعلى الأجهزة الأمنية أن تقوم بكل ما تحتاج. وطبعا هذا مهم، لأن غياب الحاضنة الشعبية لهكذا فكر وهكذا طرح وهكذا تصرفات مهم جدا لتجفيف منابع هذا النوع من الفكر المتطرف. ثانيا، فيه نقطة مهمة جدا، وهي نقطة أنه هؤلاء من الآن فصاعدا يجب أن يفصلوا عن السجن المدني، يجب أن تكون هناك سجون شديدة الحراسة وتكون خارج العاصمة وخارج التجمعات السكنية، يودع فيها هؤلاء بعيد، بحيث أن لو حدث أي مشكلة والله خلقت اشتباك والله خلق يعني خرق أمني من أي نوع، يعودوا بعيدين جدا عن الساكنة. لأنهم تصور معي حجم البلبلة اللي خلقوها هؤلاء، الآن شبكة الإنترنت مقطوعة، الناس اللي تتاجر عن طريق الإنترنت تبيع وتشتري، ومعظم العمل اللي يتم القيام به عن طريق الإنترنت تعطل، غالبية ساحقة منه تعطل. السفر لما أغلقت مداخل ومخارج العاصمة نواكشوط، الناس تعطلت أسفارها وصارت مشكلة، لأنه في كلام أنا شخصيا ما شاهدت، لكن في كلام على أنه العاصمة أغلقت لساعات لأنهم يتوقعون هناك تشديد أمني على الخارجين والداخلين من العاصمة، وهذا طبيعي ظل الظروف. لكن حجم هذا التعقيد اللي خلقه هروب هؤلاء يؤكد على ضرورة أن يتم إبعادهم عن المناطق السكنية وعن العاصمة وعن هذه الأماكن الحساسة. وأخيرا وليس آخرا، كما قلت، نتمنى أن تتمكن الأجهزة الأمنية من التعامل مع هؤلاء
والقبض عليه بحيث يريحوننا منه، لأنه فصل الحقيقة بلدنا لا يتحمل شيء مزعج جدا وغير مريح وغير مألوف بالنسبة لنا نحن كموريتاني، لطالما كنا عايشين في أمان وسلام يجمعنا وطننا ويوحدنا مصيرنا المشترك. هذا النوع من الأمور خطير جدا، لذلك يجب أن يتم التعامل معه بأقصى سرعة ممكنة وبفعالية تامة. إياك نتخطى هذه المأساة لديه. وفي الختام، الله يرحم القتلى ويحفظنا جميعا ويحفظ بلدنا من هذه الآفة ومن هذه المشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.